يسعدنا أن يكون معنا رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المهندسين في محافظة طول كرم، المهندس. أهلا وسهلا بك سيد المهندس عبد الرحمن حسن. حياك الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، الله مرحبا. يخليك. يعني بداية عرفنا عن الأجواء الانتخابية التي سادت نقابة المهندسين. يا سيدي، كانت الأجواء طبيعية جدا، سلسة هادئة، بكل منتهى. وجرت الانتخابات بمنتهى الشفافية ومنتهى الوضوح والسلاسة. النظام هم الانتخابي أو النظام الانتخابي لنقابة المهندسين، كيف كان هذا النظام؟ نعم سيدي العزيز، احنا نقابة المهندسين، انتخابات نقابة المهندسين بتتم على 3 مسارات. المسار الأول هو انتخاب هيئة مكتب النقابي. هيئة المكتب وهي تتكون من الرئيس على مستوى الوطن، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وأمين السر. هذول المجموعة هاي أو هذا المكتب تنتخب من جميع المهندسين في الضفة الغربية. المسار الآخر اللي هو انتخاب لجان الفروع. كل محافظة فيها فرع لنقابة المهندسين، بتنتخب لجنة محلية، لجنة فرعية بسموها، تنتخب من رئيس وسبع أعضاء، أو حسب العدد، بتحدد حسب المهندسين المتواجدين في هذا الفرع. المسار الثالث مؤتمر العام، في أن انتخابات للمؤتمر العام. المؤتمر العام طبعا تعرف يعني عدد المهندسين كبير جدا في الوطن، وبالتالي من أجل عقد المؤتمرات العامة لنقابة المهندسين بيكون صعب أنك تجمع كل هالمهندسين، وبالتالي ينتخبوا ممثلين عن المحافظات في هذا الاجتماع المؤتمر. طبعا العدد الممثلين بيكون مرتبط في عدد المهندسين والتخصصات الموجودة في كل محافظة. فالمسار طبعا هذول ينتخبوا كل منطقة، اللجنة المحلية تنتخب من قبل المهندسين المتواجدين في المحافظات. كل محافظة تنتخب اللجنة المحلية والفرعية، تنتخب أعضاءها في المؤتمر العام. فهذه هي طريقة الانتخابات. الرئيس كيف يتم تحديده مثلا على مستوى الوطن؟ لا، هو بالانتخاب المباشر، في الانتخاب طبعا المباشر. هيئة المكتب اللي أنا حكيت عنها، اللي هي الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، ونائب الرئيس، ينتخبوا على مستوى المهندسين بشكل عام. طبعا تتجمع الأصوات، كل محافظة بتجري فيها الانتخابات، وبالتالي اللجنة العليا للانتخابات هي بتجمع الأصوات اللي حصل عليها كل مرشح، وبالتالي بيطلع الفائز. أعطينا فكرة عن الأصوات أو عدد الأصوات، عدد المقترعين في محافظة طول كرم. سيدي العزيز، إحنا المهندسين الحمد لله كثار، بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة في طول كرم حوالي 1300 وأكثر. طبعا مش كلهم بحق لهم حق الاقتراع، حق الاقتراع لمن يسدد الاشتراكات السنوية بالنقابة. كان عدد اللي بحق لهم الانتخاب كانوا 663 مهندس، هم اللي بحق لهم حق، اللي كان لهم حق الاقتراع في محافظة طول كرم. ونشاهد على الشاشة كيف كانت أمور الفرز وليلا. نعم نعم. يعني يوم شاق بالنسبة لكم كان. ما في شك، وبدأ فتحت الصناديق الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6. في الساعة 6 كان النصاب لم يكتمل، لأنه هو بالنظام يفترض يشارك في 50% على مستوى البلاد، على مستوى الوطن. طبعا احنا الساعة 6 عدينا شفنا الاصوات، بعدها لجنة الاشراف العليا وكان اعطناهم الارقام، وبالتالي قالوا لنا لم يكتمل النصاب، وبالتالي مددوا ساعتين. فمددنا ساعتين كماما حتى نستكمل. طبعا بعد الساعتين بتتم عملية الفرز باي عدد كان. وبالتالي طبعا الساعة 8 استغرقت العملية، وكنت موجودين. مشكورين متواجدين معنا ومشاركينا في هذا العرس الانتخابي، واستمرت لحوالي الساعة 10:30 تقريبا. الآن نتحدث الأصوات 663 اللي بيحق لهم الانتخاب.
الذين انتخبوا، اللي انتخبوا 254 مهندس. الهيئة العامة سيد، نعم الهيئة العامة للمهندسين، نعم في الضفة الغربية ككل، في محافظة طول كرم، في محافظة طول كرم هذا عام حوالي 1340-50 يمكن بالحدود. نعم نتحدث عن التفصيليات الآن، من هو الرئيس، الأعضاء، كيف تم اختيارهم مثلا بناء على التخصصات؟ نعرف هناك مثلا مهندسين مختلفين، مدني وإلى ميكانيك وإلى آخره. نعم كيف يتم اختيار هذا النمط أو النموذج في الانتخاب؟ النموذج هو تعتمد على العدد. نعم. لجان الفروع تعتمد على العدد، يعني قديش أن مهندس مدني، قديش أن العدد بتحدد عدد الأعضاء. فمثلا أن في طول كرم كانوا 3 أعضاء، مهندسين المعماري كان 1، المهندسين الميكانيك كان 1، مهندسين الكهرباء حكينا يمكن 1 كمان، وبالتالي العدد يتحدد حسب عدد المهندسين. نعم ومن هو الرئيس الآن؟ الرئيس في لجنة طول كرم المهندس الزميل خليل إسماعيل عبد الله طير. وعلى مستوى الوطن، نعم، المهندس أحمد تركي أديلي من نابلس، منطقة نابلس، من منطقة نابلس. نعم نعم هذه وهيئة المكتب الفرع. نعم هم الحقيقة يعني هم يعني كانوا بالتزكي لأنه ما كان في منافسة على هدول الأعضاء. على الثلاثة طبعا كان الرئيس في تنافس بين 2. نعم هيئة الباقيين، النائب الرئيس ما كان في تنافس، أمين الصندوق ما كانش، وكمان أمين السر ما كان هناك أي تنافس، كان مرشح واحد ونجح بالتالي. ونتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. اللهم آمين. إن شاء الله. اللهم آمين. مثلا لو أردنا أن نعرف الرئيس كم صوت، على كم صوت حصل؟ الحقيقة أنه ما يعني ما عندي معلومة، لأنه صدفة اليوم الجمعة وكنت متوقع ألقاها في الجريدة، ما لقيت هذا لأنه كانوا متأخرين يعني الجريدة. هم يعني ظلوا للساعة 2-2:30 أعطيهم العافية طلعوا النتائج، وبالتالي الحقيقة ما وصلتنيش الأرقام تماما يعني. نعم إن شاء الله بتوصل، ومنظرنا على اتصال إن شاء الله دائم، وإن شاء الله ربنا يوفق كل الذين هم في الآن في الهيئات الإدارية ورؤساء لنقابة المهندسين إن شاء الله. اللهم شكرا آمين. جزيلا لك على هذا اللقاء السريع، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في نقابة المهندسين. الله يبارك فيك، أشكر إلكم وأشكر اهتمامكم كتلفزيون الفجر الجديد في القضايا الوطنية والقضايا الاجتماعية، وبنثمن جهودكم عاليا، ونتمنى لكم التوفيق ودوام التقدم والازدهار إن شاء الله. الله يخليك، شكرا لك.